شباب الاخبار، يا رب تكونوا بخير. اولا مبروك على النتيجه، مبروك ان انتوا نجحتوا، مبروك ايا كانت هي ايه درجتك. مش عايز اجي قوي على الكليات الطبيه واجي اقول ان الوضع مأساوي ومش هو الطف حاجه، مش هو الامل اللي الناس تقعد تتمناها خالص اطلاقا. وده الفيديو بتاعنا هكلم فيه الناس اللي جايبه مجموع يديها فرصه اختيار الكليات دي. انا محتاج اعرفكم حبه حاجات عشان ما تتصدموش في الواقع بعد ما تدخلوا. طيب بالنسبة للناس اللي ما جابتش المجموع اللي كان نفسها فيه، صدقوني النجاح مش في الكليات دي خالص خالص، وانا بأكد لكم ده. انا في كلية طب بشري ومتخرج، ودخلتها 2013 وتخرجت 2019، واحكي لكم قصة الدوران حول نفسك في كلية الطب دي اللي الناس اتخوتت بيها بقالها سنين. طيب اللي ما جابش مجموع، صدقني انت لو شغلت دماغك في المكان اللي هتروح فيه هتبدع وتبقى شخص شاطر، وهتبقى احسن 100,000 مره من 10,000 دكتور في الحياه، لان الدكتور مساره كده خنيق وشغل وماجستير ودكتوراه وحاجات بتاخد من عمره. فخلينا نتكلم على المأساة بتاعت الكليات الطبيه دي. انا ما عنديش خلفيه عن الكليات دي خالص، يا دوبك سامع، ولكن انا قصه حياتي هنا من 2013 حتى 2022 انا لسه ما مسكتش تخصص في ايدي. فاحكي لكم مسار القصه دي ماشيه ازاي. انا ممارس عام حاليا وبقدم على التخصص في هذه الفتره. طيب تعالوا نحكي لكم قصه طب بشري، ودي اللي انا حبيت اتكلم عليها النهارده بالنسبه للناس اللي جايه مجموع. خلي بالكم لازم تعرف ده قبل ما تدخل، انا مش بعقدك منها، انا بعرفك وقرر هل هتدخل ولا مش هتدخل، وارجع اسال بتوع اسنان قول لهم ايه قصتكم، يا ترى السنين ماشيه ازاي. تعالوا نعرف طب بشري. طب بشري بسلامتنا كلنا لما جبنا مجموع ودخلنا الكليه، طلع في سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته وضحكوا علينا وما قالولناش ان في سبعه. يا دكتور ازاي هم 6 سنين؟ لا يا حبيبي، اصل سته دي كانت سنه ونص بالنسبه لنا. طيب خلاص سته دي بيقولوا اتلغت وبقت 5 سنين وسنتين امتياز، دول 2 امتياز ودول 5 سنين دراسة، عذاب، مرار، امتحانات كل فترة كل شوية انت بتتنفس امتحانات، عقد نفسية، MCQ، اسئلة ريتن، وألعنهم شفوي بالنسبة لناس كتير. فانت بتتحط تحت ستريس رهيب جدا. متقبل ده؟ اهلا بيك في كلية الطب البشري. سنتين امتياز انت عبد حبشي شغال شيال، بنسميه بلاد ترانسبورتر. الامتياز بيتسمى الشيال لكياس الدم، روح هات لنا كيس دم، تعالى هات لنا كيس دم، ويشيلوا التيم بتاع المستشفى كلها. فسنتين انت عبد حبشي، بتاخد لك 2000 جنيه مفيش غيرهم في الشهر، وخدام على حد اسمه النايب ده اللي هو اكبر منك. فانت بتقعد يقول لك معلش انا عايز اروح الحمام، هات لي مناديل في الاخر، بقله ادب. وطبعا في ناس عندها كرامه مش تقبل الكلام ده ومرمطه، وفي ناس بتهرب من المستشفيات الجامعيه عشان ما تتعبش بالامتياز ده، ولكن الامتياز ده اللي بياخده في مكان كويس وبيحاول يتعلم رغم كل القرف ده، بيتعلم حبه طب كويسين. ده بالنسبه لدول كده معاك 1 2 3 4 5 2 3 7 سنين. تخيل انت 22 هتتخرج سنه 29، حط 7 22 2029. متقبل ان انت بلحه ما بتعملش اي حاجه خالص في الحياه غير ان انت تذاكر وتمتحن. زميلك اللي دخل كليه 4 سنين، اتخرج، خطب، اتجوز، خلف، وانت بسلامتك لسه في الكليه، ده مبدئيا. طيب يا سيدي انا مش بقعدكم، انا بعرفكم السكه ماشيه زي ما حدش قال لنا الكلام ده واحنا داخلين. امتحانات باستمرار، كم كتب غير طبيعي، ورق في مدخل الى الجراحه 1000 صفحه، احنا كنا بنمتحن على 1000 صفحه، تخيل ليله امتحان انت معاك 1000 صفحه جراحه بتذاكره. صباح الفل يعني. طيب بعد كده هل انا هبقى دكتور وامسك جراح هفتح بالمشرط؟ لا يا حبيبي، انت هتروح تاخد من سنه لاثنين تكليف. يعني ايه يا دكتور تكليف؟ يعني يودوك وحده صحيه تدي البوس وتطعيمات، لبوس زائد تطعيمات. اهلا بيك في الوحده الصحيه. نسيت اقول لكم، كشف على موتى، كشف الموتى، بياخدوك انت دكتور الوحده الصحيه، في واحد مات في بيت معين، يقول لك تعالى دكتور اكشف على الحاله شوفوا ميت ولا لا، عشان تكتب او ياخدوا شهاده الوفاه. فانت بتروح تكشف على الموتى في البيوت. اهلا بيك في الوحده الصحيه. طيب يا سيدي، القلم وقع من كتر المرار اللي هيشوفه. طيب ده لبوس وتطعيمات وكشوفات، وطبعا مرمطه وقله ادب، مفيش ماديات. طب بتقبض كام في التكليف ده؟
احنا بنقبض 3000 وان شاء الله و600 جنيه. اهلا بيك بعد 8 او بعد 7 سنين في السنه الثامنه مرتبك 3600. بعد ما تخلص، نسيت اقول لكم، بعد ما تخلص السبع سنين دول بالامتياز في امتحان اسمه امتحان مزاوله، امتحان مزاوله مهنه الطب ده، هيدوك شويه بنك اسئله ولا هتمتحن عشان تاخد المزاوله، يعني امتحانات ثانيه بعد السبع سنين امتحانات. في التكليف ده انت بتبقى في مصيبه كبيره جدا. يا ترى بنتوزع ازاي على التكليف؟ احدهم اتوزع في القاهره، واحد راح المنيا، واحد راح سوهاج، واحد راح نجع ابو طشت. في نجع ابو طشت ده ايه اللي جابه يا عم؟ انا شرفني في نجع ابو طشت ولا لا؟ بس هو اي اسم مكان. واحد راح في قلب الصحراء، ليه؟ واحد صاحبي قاعد في يا رب ما يشوفش الفيديو، قاعد في وحده صحيه في الصحراء العارب، عايشه معاه في الوحده الصحيه. طب احنا بنتوزع ازاي في التكليف ده؟ مفيش حد اسمه انت في القاهره هيوزعك في القاهره، او انت في الجيزه هيوزعك في الجيزه، او انت في المنيا او في سوهاج او في قنا هيوزعك في محافظتك. لا يا حبيبي، كل طلبه كليه طب على مستوى الجمهوريه بيحصل ما بينهم تنافس حسب المجموع. طيب القاهره شاكب راكب عايز لها 200 واحد او 100 واحد، طب احنا يا دكتور في القاهره 4000 واحد او 5000 واحد، 200 هيتوزعوا في مستشفيات القاهره والباقي كله يروح محافظات تانية. وفي محافظات اسمها النائية زي البحر الأحمر ومطروح والمحافظات الحدودية وسيناء، فممكن تلاقي نفسك أنت النهارده عايش في القاهرة، بكرة تلاقي نفسك واخد تكليفك في سيناء، فأنت يعني رايح السلوم، رايح حلايب وشلاتين، هتشيل الطين، فتكليفك يوديك. على فكرة بتوع أسنان برضو أعتقد ليهم نفس القصة دي، وبتوع صيدلة ليهم تكليف، معرفش بيطري ليهم تكليف ولا لا، أعتقد ما لهمش، فدول بيتوزعوا بيتشحوروا معاك نفس الشحوارة دي، خلاص؟ بس مش عارف، مش حاسس ان هم بتوع اسنان زينا. بتوع اسنان الوحدات الصحيه اللي في حتت بعيده دي ما بيبقاش فيها ادوات اسنان فما بيروحوش. مين الباشا اللي يروح؟ الدكتور البشري. ما هو اي حد بطنه وجعاه، كحه، اسهال، ترجيع، حد ميت، هيروح لمين؟ هيروح لك انت الوحده الصحيه، مش هيروح بتاع اسنان ولا يروح بتاع صيدله. بتاع صيدله ده بيصرف الادويه، ممكن ما يجيش وحد تاني يصرف غيره. طيب دي القصه كلها. يبقى انت 7 و2 تكليف او سنه ل2 تكليف، كده معاك 9، دخلت 22 بسلامتك، هتتخرج 20 31. اهلا بيكم، عد عداد عمرك يعني رايح. بتقبض بتقبض نفس الوقت ده، انت مفكر نفسك هتاخد اكتر من ايه يعني؟ تمام تمام يا سيدي. بعد التكليف ده ان شاء الله يقول لك ايه؟ يلا نقدم على التخصص. التخصص طبعا انا نفسي يا دكتور تخصص نسا، عادي ممكن ما تاخدوش يا حبيبي. ليه ممكن ما تاخدوش يا دكتور؟ عشان خاطر انت هتتنافس مع زمايلك. قالوا مثلا احنا محتاجين 50 دكتور نسا في مصر كلها، 10 في القاهره، 10 في الجيزه، 5 في مطروح، 5 في السلوك، 5 في حلايب وشلاتين. ماشي، يعني ممكن اخد نسا في حلايب وشلاتين، او ممكن تاخدها في حلايب وشلاتين، وممكن ما تاخدهاش خالص. انت مش لو انت من ال 50 اللي مجموعهم يسمح لهم ياخدوها، اهلا بيك. طيب يا دكتور مش عايز اروح هنا وعايز اروح القاهره، ما في واحد جاب اعلى منك في المجموعه هياخدها في القاهره، فانت مش هتاخدها في القاهره. طب خلاص يا دكتور انا غير التخصص، انا مش عايز، انا كنت عايز نسا، انا هاخد باطنه. مجبر، انت بقيت مجبر على ايه؟ على التخصص، عشان ما تروحش في حته بعيده عن بيتك واهلك. اما تخيل بقى لو واحده بنت بقى وخطب او مخطوب او اتجوزت وخلفت، شنطتك وعلى التكليف يا بابا، مش حاجه اسمها بنت، مش حاجه اسمها بنت ولا غيره، زيك زي الراجل. هنا بقى السترونج اندبندنت وومن بحق، بنات طب سترونج اندبندنت وومن بحق، تروح تكليفها في اي حته، تلاقي واحده في سينا في قلب الصحراء عايشه مع الذئاب هناك، خلاص؟ ده بالنسبه للتخصص. خدت التخصص يا دكتور، مبروك حبيبي، هتاخد 5 سنين نيابه او 4 سنين نيابه، بعد وانت في النيابه دي لازم تعمل ماجستير ودكتوراه ورساله وحوارات كبيره جدا. يعني يا دكتور انا هفتح العياده امتى؟ ان شاء الله باذن الله لما تخلص الخمسه دول، ده لو خلصتهم كده وخلصت رسائلك وماجستيراتك في ال5 سنين دول ما زودتهمش. يبقى كده ان شاء الله معانا 7 + 2 تكليف يا بيه زائد 5 نيابه، تعرف تعد 14 سنه، دخلت 22. ان شاء الله لو حبيت تفتح عياده مش اقل من 2034، مش اقل، ممكن تبقى 36، ممكن ما تفتحش خالص، ممكن تبقى. طب هو انا يا دكتور في ال5 سنين نيابه دول لما توزع، هل لو انا خدت تخصص نسا هتوزع في مستشفى فيها شغل نسا؟ لا يا حبيبي، ممكن ما تشتغلش النسا، ممكن يوديك مستشفى معفنه جدا وما فيهاش دكاتره تعلمك. طب انا عايز ابقى جراح التجميل، اه دي اصعب حاجه بقى ممكن تاخدها، مش هتعرف توصل لها هي والنسا. طيب لو انا دخلت مستشفى خدت جراحه التجميل، حلو ومبروك، رحت مستشفى ما فيش حد اكبر منك يعلمك، ما فيش اخصائي بيجي، ما فيش استشاري بيجي، فعلى الله حكايه ال5 سنين انت بلح لم تتعلم شيء. تخيل بقى هذا مسار كليه الطب اللي كل الناس هتتهالك وتموت عشانها.
اموت واعرف جايبين الصوره البمبيه دي وكل الدكاتره بتقطع في هدومها بتشد في شعرها وعايزه تسافر. حاجه واحده بس تنقذك من هذه الليله، لو انت راجل عايز تسافر وانت بتذاكر بقى اسنان سيبك الكليه، تذاكر معادله وعلى الله وتسافر. طب وانا اسافر ببلاش يا دكتور؟ لا، حاجه تدفع فلوس كتير جدا عشان تسافر. الامتحانات والمعادلات صعبه وعايزه فلوس، والعالم كله بيتنافس، وبتوع الهند بيتنافسوا، وبتوع اندونيسيا بيتنافسوا معاك، فمش بامبي برضو، لازم تهلك نفسك. ده مسار كليه الطب اللي محدش هيقول لكم عليه، ده مسار كليه الطب اللي محدش يعرف عنه حاجه، ده وضع الدكاتره اللي محدش يسمع عنه، تضرب وتشتموا في الاستقبال وتتهزقوا. مرتبك كام يا بيه؟ 3600 جنيه الحكومه مديهم لك بعد 8 9 سنين 10 سنين، انت مستقبلك انتهى، خلصت على 30. الولاد حبايبي الولاد، هو في حد ولاد جايب مجموع من عندنا؟ الولاد مالهم شكلهم بايخ كده، ماشي. الولاد مش هيحتاروا عشان مفيش حد من عندنا، بس الفيديو لكل الناس. الولاد بياخدوا 3 سنين جيش او سنه جيش، فانت لو خدت 3 حط 3 على دول، خلاص حط 3 على دول، بس ممكن يقللوا لك التكليف، يعني الثلاثة بتوع الجيش عوضوا لك التكليف، فيبقى زادت سنه واحده بس. ده مسار كليه الطب. انا مش عارف ليه بحب كليه اسنان يعني، وقبل كده نصحت زميله ليكو وسمعت الكلام ودخلت اسنان، بس يقال ان اسنان مصاريفها تقيله شويه. ما هو انت في طب بتشتري كتب برضه، انا مش عارف يعني هي اسنان بس اللي مصاريفها تقيله، ما دي كل شويه كتب وناس عايزه تاخد كورسات واناتومي وجثث وتشريح وعظم، وتأجر عظم وتشتري عظم في سنه اولى وثانيه، ومحاضرات وكتب وملازم كتير برضو. علاج طبيعي كليه حلوه في هذه الفتره، من الكليات اللي انا شايف ان هي مجالها بدا يكبر الفتره دي، فلو جابك مجموعك مجبر على كليه علاج طبيعي عايزك ما تزعلش، تبقى مبسوط ان انت اجبرت على كليه كهذه. انا بشكر في الكليه دي وبشكر في الكليه دي. دي اوعوا دي اياكم، ودي بامانه ما ليها اي لازمه، مع احترامي لكل الناس اللي الصيادله، انتوا مش ذنبكم، الوضع كارثي، ملكوش اي شغل كويس اطلاقا، بهدله على الفاضي. هتقول لي يا دكتور هنفتح صيدليه، بقت كلها صيدليات دلوقتي، وعشان واحد شاب يفتح صيدليه في وسط السلاسل في وسط الصيدليات المنتشره في البلد دي مش هيكمل، ودي بشهاده ناس كتير. انا دلوقتي بقضي تكليفي وسط مكان كله صيادله، كلهم متضايقين، كلهم متضايقين، مفيش حد فيهم مبسوط بشغله، خلاص بيشتغلوا شغله مش شغلهم خالص، بيتبهدلوا. قليل جدا اللي بيشتغل في مصنع ادويه ويشتغل في المجال بتاع الصيدله، قليل جدا اللي هيدرب بتاع الصيدليات. فاياكم وهذه، الا لو اجبرت عليها وعايز تدخل تبقى اسمك دكتور وخلاص، على الله حكايتك. بيطري وعلوم انا ما اعرفش عنهم اي حاجه للامانه، بس بيطري دي حيوانات بقى وجمال وقطط وكلاب، مش عارف هل المجتمع بتاعنا احنا هيحفز او يساعد في شغلهم. ما شفتش حد شغال بيطري بشغلانته كتير، كلهم بيشتغلوا ميديكال ريب وفي ادويه وشركات ادويه والكلام ده كله. علوم اعتقد ان هي من اصعب الكليات العلميه، وكله بيشتكي من صعوبتها في الدراسه، بس في ناس كتير دخلت وانبسطت فيها. واتمنى ان الناس اللي لو حد يقدر يضيف لنا معلومات على الكليه دي يضيف لكم. انا حكيت لكم مسار كليه الطب بالبشري اللي هتاخد منها عمرك، وقابلني بقى انا 28 سنه دلوقتي 27 سنه، وان شاء الله يعني لسه يا دوبك هستلم التخصص اللي هقعد فيه خمس سنين. جود لك، اتمنى اكون وصلت لكم الصوره. انا مش بحبطكم منها، انا عايزك تعرف ده عشان لما تدخل ما تتفاجئش ان مجموعه خلال السبع سنين هو اللي بيخليك تختار التخصص، لان انت بتتنافس مع زمايلك في الدفعه ومصر كلها. ممكن تبقى في جامعه القاهره صعبه، وجامعه ثانيه الزقازيق مثلا سهله، فهم بيجيبوا مجموعه اعلى منك، فهم يختاروا تخصصاتهم باسهل منك، بقى جايبين مجموعه اكتر منك، فالموضوع تنافسي. هتستحمل الاستريس بتاع الامتحانات المتتاليه الكتيره، كل شويه. احنا ورا امتحاننا يوم جمعه يا اخي، خلاص ربنا معاكوا، افهموا الدنيا ماشيه ازاي. انا محدش قال لي الكلام ده قبل كده، على فكره انا بحب كليه الطب جدا، وبحب الطب جدا، وبحب العيانين جدا، وبحب اتعامل معاهم جدا، بس انا بدات اتضايقت ان انا ما كنتش عارف ده من الاول. فانت عارف ده وادخل وربنا معاك. كل الدنيا كلها مفيش كليه سهله، ده مبدئيا كل الكليات صعبه، بس انت متقبل ده من عمرك، اهلا بيك. في تخصصات صعبه جدا زي الجراحات والحاجات دي، بتبقى فيها استقبال وطوارئ، وبالذات البنات هيتعبوا جدا فيها، ولكن اختيارك تتحمله، اعرف من الاول عشان تتحمل. لو انت اتفاجئت في الاول، في ناس بيجي لها اكتئاب، بتاخد ادويه اكتئاب في الكليه بسبب المفاجات دي. انا وضحت لكم الصوره، ولكن علاجك لجسم بني ادم او شخص وانقاذه من الموت يستاهل كل التعب ده، يستاهل كل التعب ده، بس تبقى عارف عشان ما تتاذاش نفسيا طول السنين دي. ربنا معاكم وبالتوفيق اجدع شباب. نفسي حد يكلمنا عن اسنان وعلاج طبيعي يكون تخرج وحد بيدرس يقول الوضع فيهم ايه،
اسالوا قبل ما تكتبوا رغباتكم، اسالوا قبل ما تكتبوا رغباتكم، مفيش فرق بين الكليات، ولكن اعرف انت عايز ايه، واعرف انت هتستحمل ايه، واعرف السكه ماشيه ازاي. جود لك يا حبايبي، ربنا معاك.